بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم إن شاء الله رح نكمل حل مسائل على الانتجرلز بعد ما تعرفنا على القواعد تبعهم. يجي للمثال الأول التكامل من 1 لـ3 لإكس ربيع زائد 2X ناقص 4. شو رح نعمل؟ رح نوزع التكامل على الجمع والطرح. رح يصير التكامل من 1 لـ3 لإكس ربيع زائد التكامل لتنين اكس برضو من 1 لـ3 ناقص التكامل من 1 لـ3 لـ4 equals to، طبعا كل واحدة فيهم لازم نحط جنبها دوت دي اكس دوت دي اكس دوت دي اكس equals to تكامل الاكس ربيع. رح نزيد الأسس تنين، رح نزيد لـ1، رح يصير x to the 3 over 3 من 1 لـ3 زائد 2x، رح يصير 2 x تربيع الأسس هون 1، رح نزيد له كمان 1 على 2، التنين مع التنين راح تنشطب طبعا من 1 لـ3. في عنا حدود لهذا التكامل. زائد تكامل السالب 4 هو سالب 4 مضروبة في x من 1 لـ3. الجواب رح يكون طبعا الأربعة هون رح نقول 4 مضروبة في 3 ناقص 1، طبعا إشارة سالب. الx تربيع رح نقول عنا 9 ناقص 1. الx to the 3 3 to the 3 اللي هي 27، 27 على 3 equals to 9، ولما نعوض الواحد رح تكون 3. 9 زائد 3 زائد 9 ناقص 1، هون عندنا 3 ناقص 1 بتصير هاي كلها ناقص 8. الجواب بالآخر رح يكون 26 على 3 اللي هي مساحة تحت هذا المنحنى من النقطة 1 للنقطة 3. الانتجريشن اللي بعده التكامل من 1 لـ4 for 2 plus x to the 2 divided by جذر x والفترة من 1 لـ4. شو رح نعمل؟ رح نوزع المقام، حيث كون في عنا عملية جمع رح نقوم بتوزيع المقام. صار عنا هون من 1 إلى 4 2 over جذر x plus x تربيع over جذر x dot dx. بس أنا ما بدي مقامات، ليش؟ المقامات بتغلبني، وإني أتخلص من المقام بكون حققت إشي كتير بيسهلني لقدام في الحل. عشان أخلص من المقام، أنا بعرف إنه جذر x هو عبارة عن x مرفوع للقوة نص. طيب بما أنه في المقام وأنا بدي أرفع للبسط، بس رح أعمل القوة نص قوة سالب نص. إذن رح يصير عندي التكامل من 1 إلى 4 لتنين times x مرفوع للقوة سالب نص زائد أنا عندي تنين، تنين ناقص نص رح تصير القوة هي 3 على 2 dot dx. شو رح أعمل؟ رح أزيد على النص 1، نص سالب نص زائد 1 رح يصير نص موجب نص، هاد مرفوع للقوة x مضروب هو أصلا كان في 2، رح أقسمه على نص. أقسم على نص يعني زي كأني بقول أضربه في 2، ليش؟ لأنه مقام المقام بسط، إذن 2 هاي رح تطلع لفوق وتصير 4. نيجي للطرف الثاني، عندي 3 على 2، 3 على 2 زائد 1، عم بحكي عن الأسس، 3 على 2 زائد 1 رح تصير x قوة 5 على 2، هو مش مضروب في معامل، وأنا رح أقسمه على 5 على 2، يعني أضربه بتنين على 5، أضربه بالمقلوب، مقلوب 5 على 2 هو 2 على 5، فأنا بدلا من إني أقسمه على 5 على 2 بضربه في 2 على 5، وهي نفس القيمة لأنه مقام المقام بيصير بسط. طبعا الفترة من 1 إلى 4.
الجواب نهاية رح يكون، طبعا هاي رح تصير 4 جذر x زائد 2 على 5 x to the 5 تحت الجذر. رح تعوضوا 4 والواحد وطبعا تقوموا بعملية الطرح، يعني رح يكون، خليني اكتبه، رح يكون عندنا 4 جذر 4 ناقص 4 جذر 1 زائد 2 على 5، 4 مرفوع للقوة 5 تحت الجذر ناقص 1 مرفوع للقوة 5 تحت الجذر مضروبة في 2 على 5. هاي كأنها مش موجودة، 1 نرفعها للقوة 5 للقوة 5 رح تضلها 1 ونحطها تحت الجذر برضو رح تضلها 1، إذا minus 2 over 5، 4 للقوة 3 تحت الجذر مضروبة في 2 على 5، هون عندنا ناقص 4 جذر 4 2، 4 ضرب جذر 4 اللي هو 2، يعني الجواب نهاية رح يكون 82 على 5. طيب خلينا نحل الانتجريشن، هذا التكامل أطرافه من 0 لواحد على جذر 2 لأربعة على واحد ناقص x تربيع دوت دي x. خلينا نطلع الأربعة خارج التكامل، رح يصير أربعة التكامل من نص لواحد على جذر 2 one of جذر 1 minus x تربيع دوت دي x. احنا بنعرف انه واحد على جذر الواحد ناقص x تربيع هو sin inverse x، اذا عنا 4 sin inverse x من نص لواحد على جذر 2، يعني شو رح نقول؟ رح نقول 4، خلينا نكتبها هون، 4 sin inverse واحد على جذر 2 ناقص 4 ساين انفرس نص. شو هي الزاوية اللي جابها واحد على 2؟ شو هي الزاوية اللي جابها نص؟ الزاوية اللي جابها واحد على 2 هي باي على 4 ناقص 4 ضرب. الزاوية اللي جابها نص هي 30 اللي هي باي على 6. الجواب راح يكون باي ماينس 2 باي over 3. بإمكانكم تتركوها هيك، بإمكانكم تحضوا مقامات وتكتبوها على شكل باي واحدة اللي هي راح تكون باي over 3 حسب أي واحد منهم راح يكون موجود بين الخيارات. هيك بنكون خلصنا، إن شاء الله إنكم تكونوا فهمتوا واستفدتوا كتير، ما تنسوني من دعائكم.